شحال هادي ما حمستينا نوضو نخدمو نديرو الفلوس، ولا حتى انت غتقول لينا شرفتي خويا، ما خصكش تبقى تتسنى واحد يحمسك، تتسناني انا ندير لك الحماس. راه الحماس الا ما حمستي راسك براسك ما كاينش اللي غيحمسك. انا ما كنحمسش الناس، انا كبعض المرات كيكون شي سؤال ولا شي حاجه كيجي الجواب في نطاق السؤال وفقط، كنتنيرفا شويه ولا شي لعيبات. انا ما كنديرش التنميه البشريه، انا ما غاديش تبقى تتسناني ندير فيديو باش نحمسك انت باش تنوض تخدم. راه ما غير عينيك في تقاشر كي لقيتهم تقوبين وتلفاتك لا علاقه وباقي كطلب 20 درهم من باك، وهذا راه هادشي يحمسك؟ اعتقد انه خاصو يحمسك. انظر من حولك، شوف الواقع ديالك كي داير، طور على داك الواقع، ما ترضاش به، ما تخضعش ليه. هاد كاينين جوج نوع الناس، كاينين الناس الذين يخضعون للواقع وكاينين الناس يطورون على الواقع. اذا كنتي من الناس الذين يخضعون للواقع كتمشي جنب الحيط، ما فهمتي، ما حتى حاجه ما كتستفزك باش تزيد لقدام. باغي انا الصالير، باغي واحد يبدا يقول لك وقتاش تدخل وقتاش تخرج، باقي واحد، باغي انت واحد اللي بقيتي تيسطر لك حياتك. هذاك الشيء تيكون في الداخل، تيكون ملي تتبغي تنعس وما تيجيك الناس. انت لما بغيتش يجيك الناس كتمشي تتفرج في دوك الفيديوهات ديال هذاك اللي تيحفر بيسينو باش يجيك الناس. خصك تطرح أسئلة على راسك، خصك تقول هاد الناس اللي وصلوا علاش وصلوا، هاد الناس اللي كيسولوا أسئلة في شي دومينات أنا ما تنفهمش، على مالهم هما باش حسن مني. السؤال الأول اللي خص السؤال الأول اللي خصك تسأله هو هاد خونا باش حسن مني، صافي، باش حسن مني هاد أمير الراغي. كاينين بزاف الناس تيقولوا حنا حسن من أمير الراغي، مزيان، حيت هاد الشيء هو اللي كيخليهم يعطيهم ثقة في راسهم باش يزيدوا للقدام. على هاد أمير الراغي باش حسن مني، غنكلخ، غنطلق على عباد الله وشوف اش داير، شوف فين وصل. أنا أحسن منه، إيوا أحسن منه، ماشي غتكتبها لي أنا في كومونتير، غتمشي تخدم عليها، خاصك توريها لينا أرقام، وغتشد كونسلتين وغتجي عند سامي تقول ليه شوف ها، شوف الفقير أنت قاعد تدير لي كونسلتين، ها أنت شوف حنا فين وصلنا. فهمتيني؟ وغتحمسني أنا، ونقول والله إلا هي ولادي ولاو تيديروا الفلوس. هذا هو الحماس. تناني انا نقول لك انت الاسد انت الوحش، وراه هذاك هو اللي كياخذ معكم 3000 درهم و تمشي للكونفرنس تيبدا يقول لك ديرها 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 ديرها، ادفع ادفع الشر، ادفع النيجاتيف انرجي، وقد دي ديرها ملي تيوقع لك شي مشكل ولا هذا، وقد تديرها غير الواقع ديالك، دير الفلوس. علاش؟ لان الكوتش محمد بن عفرفع هو اللي قال لك قد دير هذاك الشيء، وبدا تقنع راسك انت الاسد. الاسد راه هذاك، وداك السم اللي فيك خصو يكون داك السم، السم اللي عندك، السم داك الحقد هو اللي خصو يدفعك تمشي تقرا وتمشي تضرب على راسك. هذاك الحقد تما، هذيك النيجاتيف انرجي تما فين خاصك تدوزها، بحال شي ملاكم اللي كيتعصب كيبقى يضرب في هذيك، كيبقى يضرب فيها، انت تعصب بوك 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 هاكا. هذيك هي الحياه، ضرب ضرب وطاكي، راه الحياه بنت الحرام، خاصك تعرف الطاكي، انا ما عرفتش الطاكي تهودك، فهمتي؟ والله قسما تنهضر معاكم ديال حيت الحياه راه هكا دايره، ضرب وطاكي، عرف الطاكي تيقول لك هاكا. انا تفرجت فيهم في دوك الفيديوهات تيقول لك دير هكا لاكارد لاكارد، ضرب الحياه ورجع، حيت بنت الحرام تتغفل والله القسم. نعمر هاد الكويس، مع السلامة. وخدم في صمت، خدم في صمت، خدم في صمت. الفوحان وتبان على ولاد الدار وتبان عندنا في انستغرام وداكشي راه ما عندو حتى شي علاقة مع الواقع، باش نكون معاك واضح، داكشي راه باغي يخرج عليك. خدم في صمت، حتى واحد ما تيعرف كاش كدير. خذ خذ قرار دابا مع راسك، قول انا غنتبدل بينك وبين راسك، وما يعرفك حتى واحد اش كدير. حيت راه كاين اللي تيوقع في واحد التراب كنسميها انا واحد المصيدة، كيضرب 1000 دولار ولا 2000 دولار 50، انا نعطيك انا 100 مليون، يحسب راسو وصل
وهذاك راه هي بداية النزول، باش تكون عارف. ويبدا حتى هو يدير حديد خوت، وحق الرب المعبود ما تنكذب عليكم، حق لا لا يالله ولادي راه جاو عندي ناس، تيجيو عندي ناس كونسلتين، داكشي اللي تنقول لكم طاحوا فيه. تيجي تقول لك السي امين انا مشيت وغلط وكنت تنضرب الفلوس في يامات الريسكين ولا يامات شي لعيبه، ومشيت شريت واحد الحديده، شاري حديده ب 90 مليون مصحوب، حديده ب 90 مليون ومشيت والدريات وهذا، ودابا بغيت نبدا من جديد اخويا، داكشي ما وقع طحت ما هذا، والله القسم ما طحش في هذا التراب اخويا. تشهيت طوموبيل خدم عليها وشريها، شريها اخويا غير فيستا مالها، شريها اخويا غير داسيا لوغان مالها، ما عرفك حد اش كدير ولا اش كتدخل ولا اش كتخرج، وخدم على راسك دوك الفلوس انفيستيهم. ديك 90 مليون كون شي حطها خونا غير في الكريبتو كون راه دابا عايش عايش بخير، وفرق فلوسك فرق لي زين زين تيسمو، مابقاش مركز على حاجه وحده، ماشي حيت الكاشون ديليفري كيدخل لك الفلوس تبقى لاصق في الكاشون ديليفري، باش حاجه لا طيحاتك تهزك حاجه اخرى. الا بغيتي تلعبها سيف، الا بغيتي تلعبها سيف ما تانفيستيش في حاجه وحده، انفيستي هنا وانفيستي هنا، باش لا طحت هادي تعتقك هادي. ما يمكنش كلشي كاع لي بزنس صغار يطيحوا، راه ما يمكنش، اللهم الا وقعت شي حاجه في هاد البلاد في هاد الدنيا هادي طيح هادي تهزك هادي. خدم بنظام المكافأة، أحسن حاجة تخدم به هو نظام المكافأة. ماك أخويا خيك خدام كتدخل صريفة بخير، تشهيتي طوموبيل تشهيتي تصافرة تشهيتي، عطى الله ما دير أخويا. غنهز مثلا واحد راس مال 10 مثلا نمشي نحطها مثلا، أنا هي تنقول لك، أنا ماشي تل أنا هي تنقول لك، أنا عطى الله ما دير، هزها حطها كريبتو، تشهيتي تصافرة طلعت 5K بروفيت، طق نسحبها فلوس تصافرة. طلعت ندير هي دوكا كاينين والله العظيم دوكا طلع بروفيت 4000 درهم، هي جابت لي فلوس التليفون وراس المال بقى عندك. هذا هو الانفيستيسمون، ما تذوقونيش اصاحبي والله ما تذوقوني. هاد المويكينه تشهيتها والله القسم، تنهضر معاكم انا نهضر معاكم انا شوف بحال خوتي ما عنديش مشكل. هاد المويكينه تشهيتها، اسمع اسمع اخويا تشهيتها تشهيت المويكينه، واش من حقيش تشهيت، قلبت عليها في الانترنت عجبتني قلت والله الا هادي هي المكانه اللي خاصها نمشي انا نحطها، نمشي انا نخرجها من في هذا لا، مشيت هزيت عندي واحد الرزيق المهم واحد العمله راه ما يطفيها الطم، طلعت دوك الفلوس خرجت بهم شريت شريت المويكينه فابور، تقامت عليا المكانه فابور، شحال صبرت ما عرفتش شي ثلاثه السيمانات ولا المويكينه فابور، وحق الرب المعبود انا نهضر معاكم والله ما تنكذب، شريت المويكينه تقامت عليا فابور، ماشي حيت عندي الفلوس، ماشي حيت عندك الفلوس غنبقى نشد هاد التليفون نشد ندير هادي نشد هادي، هذا راه هذا راه غباء، هذا سميتو الغباء، تشد الفلوس تبقى تشتت. شوف دابا تندخلو 20 كاطلي تندخل 10 كا ماشي مشكلة، الشهر الجاي لا، هذا تسمى غباء، خاص حاجة تشري ليا حاجة ويبقى عندي راس المال، هادي كتشري هادي ويبقى عندي راس، تشهيت طوموبيل انفيستي طق دخلت ليا فلوس الله يسخر. نمشي معكم واحد لا ماشي حرام اخويا البيع والشراء هذاك تعرف علاش كندوي، نقول لكم واحد القضيه والله حتى تضركم في راسكم برب المعبود، شري فام دميناج، فام دميناج تنحسب لي انا البروفيت داك ديال فام دميناج، حيت تكون عندك دي فام دميناج ماشي هي عندك فام دميناج كتحسب هادي هادشي اللي كيخرج ليا شي تعطيني غير 1000 درهم مثلا في الشهر، هذاك عرفو تيمشي فاند من بروفيت 1000 درهم عرفو تيمشي، تنخرجش من جيبي راه هكا باش كدار الطروال خوت، ما تدارش الطروال حيت راه ماشي راه ماشي شحال دخلتي، انت خويا انت خليتينا ولينا تنهضرو، راه ماشي شحال كدخل راه العبره ماشي شحال كدخل، ماشي حتى تدخل 10 مليون انت لاباس عليك، ماشي حتى تدخل 5 مليون في الشهر انت لاباس عليك، وشحال كتصرف هذا هو اللي شحال كتجمع شحال كتانفيستي، هذا هو اللي كيعطيني معيار واش انت ذكي ولا ما ذكيش، وهذا هو الغلط اللي كيوقع ليكم، كتصرفوا بزاف كتشوف الفلوس كيدخلوا بزاف كتولي تصرف بزاف، حيت النفس البشريه هكا دايره كتدخل بزاف كتصرف بزاف، تدخل مليون غتصرف بزاف، وهذه هي التراب اللي تتوقع للموظفين. الموظف شنو هو القلب اللي تطيحوا فيه في الاول، ملي يكون عنده صالير 5000 درهم تيمشي على 5000 درهم، تيولي تيشد 10000 درهم، تيولي يمشي في النيفو 10000 درهم،
تيولي شد 30 درهم تلقى تيشد 85 درهم تيقول لك واه ما كافياش راه عذروها ماشي تيبان عليك بصح حيت ولا هو طلع واحد النيفو ديال 5 مليون وعايش بالكريدي وعايش بالكريدي كتبقى انت مجرور مجرور هذا هو الاشكال اللي تيوقع عليك راه هادشي